الحين انا في موقع الطيران الشراعي، بيكون مشروع ضخم طبعا. هنا شباب طاروا، شباب هناك واحد ثاني رئيس الطيران الشراعي موجود معانا ما شاء الله. اليوم هنا شباب ما قصروا، دعوني هنا، عزموني ان شاء الله ليل هنا. طير هلا هلا ابو راشد، كيف الحال؟ الله يحييك. طبعا ابو راشد طيار طيران شراعي، صحيح؟ صحيح. اعطينا فكره عن طيران شراعي، انا ترى جديد على المجال هذا. طيران شراعي بسميه طيران الارض المحرك، تلبس على ظهرك مع المظلات. الفرق بين وبين اللي هو طيران باراجلايدنج، الباراجلايدنج ينزلوا من الجبل بدون محرك مظله نفس الفكره، بس هذا يسمونها باراجلايدنج وهاي يسمونها باراموتا. البارجلايدنج شفته في تايلاند، اعتقد في تايلاند شايف من فوق الجبل. صحيح. ايوه ايوه ايوه. فهذا لها تسمى اللي هو عن طريق الجبال بارجلايدنج، وهاي يسمونها باراموتر. باراموتر مقصود فيهم مع محرك. باراموتر. ايوه ايوه ايوه. فيها متعه طبعا، تحتاج تروح المكان اماكن مرتفعه تلف الارض والمحرك، هو تدفع المحرك تطلع من تحت. ما شاء الله ما شاء الله. كم صار لك الحين؟ والله اكثر من 5 سنوات. ما طيارته طبعا؟ لا ما طيارة، بس هذا بس. ما شاء الله، احسنت احسنت. احسن بارك يا ابو خالد، شكرا. الله يخليك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا اليوم السبت 1 يناير 2022 في مدينه الجبيل الصناعيه في النادي السعودي للطيران الشراعي، في ضيافه اخونا عارف ابو عبد الرحمن الشمري، والضيف العزيز علينا اللي سيارته الان امامكم قادم من دوله الشقيقه عمان. مرحبا باخونا وحبيبنا ابو خالد وليد البلوشي. هلا ابو محمد. يا هلا، اهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله على السياره هذه. اعطنا بالله كذا نبذه سريعه من يوم خرجت من بلدك الحبيب عمان. اي الى خرجت من سلطنه عمان يوم الاربعاء 29 ديسمبر. نعم. 2021. وصلت الاول يوم، وصلت الى ليوا تل المرعب. يوم الثاني صباح طلعت من لواء المرعب ورحت وصلت الى البطحه، مطحه مرورا بسلوى الى شاطئ العقير. يوم الثاني اللي هو اليوم، يوم الثالث اللي هو اليوم، رحت الاحساء جلست فيها نص يوم كامل، وبعدين الشباب ما قصروا هنا، عزموني على العشاء. ف هذه المنطقه اسمها الجبيل، الجبيل الصناعيه. الجبيل الصناعيه. نعم نعم. وما قصر الشباب الحمد لله. الرحلة راح تستمر لي 24 يوم أو 25 يوم إن شاء الله، بوصل للأردن وبنشوف حسب الحالة الحالية، الموجة الحالية الكورونا. إذا كان ما في الأمر أمر طيب بكمل الأردن، إذا في الأمور غموض وهذا إن شاء الله راجع للبلاد إن شاء الله. معك رفقة قادمة تقابلهم في منطقة أخرى؟ أيوه، في شباب في القصيم. نعم. إن شاء الله نتلاقى في حقل أو نشوف المكان وين وبندخل للأردن، بس حسب التغيرات الحالية هذه ما نعرف كيف. أنا بحاول ببلغهم. أي نعم. يعني في تغيرات في الحدود اللي عقبة. أي. سكرت. أنا أشوف أن الجو بارد عندنا هنا في المكان هذا، خلنا نشوف يا بخير شيء. جميلة جميلة يا أبو خالد، لعل الأسرة كمان تشوفها سعيدة ووالدتك الغالية. إن شاء الله إن شاء الله. يا مرحبا. على كل حال نسأل الله لك التوفيق في سفرتك، وتذهب إن شاء الله يا رحالة البلد الشقيقة، دولة عمان الشقيقة والحبيبة والعزيزة على قلوبي. وأنا والله من الناس اللي زرتها وجدتهم ما شاء الله من حسن الخلق والأدب والكرم، بارك الله فيكم جميعا واستودعناك الله، ورحلة سعيدة يا حبيبنا الغالي أبو خالد. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله. هذا اليوم الخامس من الرحلة، رحلة تكتشف. الحين أنا في صحراء في ربع الخالي، في صحراء في الجبيل، اسم المنطقة هذا جوسمين. منطقة أمس كانت أمطار، منطقة باردة باردة برودة، حتى طلع من حلوقنا الدخان. هذه السيارة إن شاء الله الحين الساعة 7:15 إن شاء الله بنطلق إلى كورنيش فاتير كذي تقريبا، أفطر هناك وأطلع مباشرة للرياض وأشوف عاد وين بنام، يا في الرياض يا بعد الرياض إن شاء الله. هذا طبعا نادي الطيران الشراعي في السعودية،
موقعهم، فبيكون ان شاء الله تجديد هنا بيكون مطار شراعي، هذا اللي فهمته من الشباب. لكن موفرين ما شاء الله خيام، وهنا ما شاء الله كل شيء موفرين. امس طاروا الشباب ما شاء الله، طاروا والاجواء كانت حلوه يعني ما اضرب، بس المطر نزل بالليل مطر عاد شباب راحوا، انا نمت وعاد ما صحيت لصلاه الفجر، صليت الفجر وتسبحت الحين ومنطلق ان شاء الله. هذه السياره ما شاء الله بارده. هذه القبيل الحين رايح ان شاء الله شاطئ الفناتير، لكن ما شاء الله منطقه حلوه مرتبه. طريقة أوروبية تقريبا، وصلنا إلى شاطئ فناتير في الجبيل الصناعية أعتقد، ولا إيش؟ الصناعية. في هنا برجر صلالة، ذكرتنا بصلالة، لا صلاح، صلاح برجر، أنا أذكر صلالة برجر اللي يقولها بالعربي. لكن ما شاء الله الشاطئ نظيف نظيف، بس اللي يجي السعودية الجبيل يكتب شاطئ الفناتير. أنا إن شاء الله بحطه بعدين الاسم بالكامل، شاطئ الفناتير. الجو ما شاء الله مقيم، درجة الحرارة داخل السيارة 14 خارج الله يعلم. هلا هلا سيد جوجل، وين جابني الحين؟ هذا اللي عاد مرة ثانية جوجل يخطيني في الشارع، هو ما خطاني، الشارع موجود بس الشارع ما زين، فهو يختصر المسافات وقابل الشارع هذا والشارع الأصلي يسار. بعد ما أدري كيف أروح الشارع الأصلي، عاد بشوف حد ما كذا يقولوا لي في شارع ما دخلني فيه هنا بشيش البترول بعض عبي بترول وانطلق. لكن السيد جوجل ما أدري وش فيه اليوم، يعني جابني مكان الله يعلم وين، لكن مكان اول 32 كيلو كان مرصوف زين وبعدين قام يتكسر عادي، فيعني ارجع مره ثانيه مال 5 كيلو تقريبا كذا افضل لي، ولا اني اكمل هذا الشارع. انا باغي عن المحطه هذيك بروح ان شاء الله كي ارجع واتوكل على الله. سيد جوجل ما رضى يشتغل معي، بالأخير حصلت واحد من الشياب السعوديين الطيبين، نعم ونعم الرجل، قالت الحقني، رحت وراه حوالي 5 كيلو دخلنا على الشارع هذا، الشارع السريع خط الكويت الدمام، الخفجي هنا، البحرين يميني والكويت على يساري، وقطر وعمان والإمارات على اليسار على اليمين. وصلنا قتابة محطة، وصلني المحطة هذا، قلت له عبي فول، هو قال حرق العبي لفول 91، قلت له 91 عبه فول 91 سبحان الله. لما جيت أدفع قال خلاص، الرجل العامل قال لي مدفوع الحساب، رحت له قلت ليش تدفع؟ قال خلاص يا غدا يا دفع، قلت له أنا مستعجل، قال خلاص الدفع. مسكين دفع الفلوس توكل على الله، قال لي إذا غدا الغدا البيت قريب هنا والغدا جاهز أتواصل فيه. قلت لا لا، أنا راح مستعجل، راح الرياض وأمشي على راحاتي يعني. ورجل ما قصر في ميزان حسناته إن شاء الله. هذه المنطقة اللي المنطقة هذه بين الخفجي وبين دمام، في محطات بترول طبعا، فيها جميع الخدمات. الحلو في السعودية كل المحطات فيها جميع الخدمات، المساجد، مسجد للرجال والنساء، أسواق، والبترول متوفر، كل شيء متوفر 95 و91. الحمد لله توقفنا الحين التوقف الثاني، التوقف الأول قبل 20 أو 25 كيلو
توقفت صليت وضبطت الشاهي كرك وصليت وقت ما أتغدى خلاص مع غدا وعشاء مرة واحدة تقريبا. باقي لي الحين أنا مسوي الجوجل ماب على السنيدي الرياض يعني حوالي باقي 290 كيلو أو 285 كيلو تقريبا. لكن شوف آثار الأمطار اللي صارت في السعودية آخر ثلاثة أيام, شوف ما شاء الله الأمطار يعني أمطار في كل مكان والجو بارد. أنا طالع الحين شوية الشمس طلعت حرارة شيء ما حرارة لكن جو بارد, لابس جاكيت الحمد لله, بس بشرب الشاهي وإن شاء الله وانطلق إن شاء الله. أي لا 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 يا الله ما شاء الله جات عاصفة رملية مع مطر. الحين العاصفة اختفت لكن قبل كيلو أو كيلو نص أو نص كيلو تقريبا كان في عاصفة رملية أخذت الأخضر واليابس وكان في مطر قوي. لكن الحمد لله أنا الحين باقي لي للرياض حوالي 90 كيلو وإن شاء الله أوصل. ما أسرع الحين, أسرع 80 بعد ما 80 79 تقريبا, ما بغيت أسرع كثير. والشباب قالوا نزل أبليكيشن اسمه Air BNB, هذا تحجز في الغرف وهذا بأسعار زايدة وهذا. كنت بريح باخذ الغرفة اليوم وبريح في الرياض إن شاء الله, بس أول شيء بروح السنيدي أتمشى كذي بعد أخلص بحجز الغرفة هذه. إذا ما في, إذا حصلت غرفة بس لحال ساعات ساعتين أو ثلاث أكون أخذ الدش ماي بعدين بطلع من برا الرياض. أنا ما أحد الغرفة أحد المحطات المترو, لكن أشوف كيف الحالة يعتمد على بعد سنين متى أخلص. بعد مناقشة طويلة مع الذات أخذ رأي الشباب البارحة, الشباب الرحالة الكبار, كبار في السن وكبار في الرحالة نصحوني. قال أبو خالد لا تروح الجنوب الحين, روح شمال المملكة واطلع بعد انزل الجنوب أفضل. قال لأن الحين هناك في ثلوق, تحب تشوف ثلوق أو شيء الحين موجود, بتحصل ثلوق في الشمال الحين إن شاء الله. فلما وصلت الرياض الأساس أنام في الرياض, سبحان الله الجميع الشقق والغرف محجوزة يعني كلها فلة من تسعة يناير يكون فاضي. أقول خلاص بتقدم وأنام قدام, ووصلتنا هذا المسجد اللي كنا دائما نحن لما نروح العمرة ولا الحج في القوافل في نوقف فيه هذا هنا. أصبحنا وأصبح الملك لله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اليوم هو اليوم السادس من الرحلة, صار تغيير في الرحلة بقولها بعد شوي إن شاء الله. فطرت في هذا المطعم الليباري, طلبت تشيكن كراي ما شاء الله وشاي كرك سيولي. التغيير وش اللي صار أمس لما رحت السنيدي, بغيت أستخدم السحب الآلي هذا السواب مشين وللأسف ما اشتغل, حاولت على الثاني وما صار. وانا ما عندي كاش كثير, عندي كاش شويه, في كاش ثال احتياطا بالدراهم عندي وعندي ريال عماني, فما مشكله هذه فيها شال احتياط معي. بس بغيت اصرفهم ريال سعودي فبالليل مصرفات ما في, قلت خليني اروح سحب الآلي. سبحان الله حصلت اول شيء بنك الراجحي اعتقد, دخلت ما صار البطاقه الاولى ولا البطاقه الثانيه, تغير وجهي خلاص. قلت انا ويش اسوي الحين يعني عندي ريالات ما كثيرة يعني, فقلت أنا إذا رحت البيشة أو شيء وما في الطريق بنوك هذا بيكون مشكلة كبيرة لي أنا. فغيرت الخطة, بدل ما أروح البيشة أروح الجنوب, أروح أول شيء الشمال القصيم الباحة تبوك خيبر, وبعدها أقرر أشوف هل أدخل الأردن ولا لا. هذا الخطوة. سبحان الله طلعت منك وحصلت أول محطة عبيت بترول وشوف الصرف الآلي, قلت خليني أقرب. سبحان الله أول ما أقرب سحبت, فرحت قلت أنا خليني أخذ احتياط, خطي لي احتياط مبلغ محترم ريال سعودي, قلت أخليهم احتياط يعني.
فهذه نصيحة اللي بيطلع رحلة البطاقة لا يضمنها بعض الأحيان، وبعض الأحيان تشتغل لكن هو يستعجل فيحاولها على عدة بنوك وتشتغل إن شاء الله، لكن يحاول يأخذ معه كاش احتياطي. أنا في السواب مشين في الإمارات اشتغل عادي معي، ما في كان إشكالية أسحب وأقدر أصرف وأدفع على المحطات عادي صار. هنا أنا خفت وأنا بس بحاول أول شيء أستخدم الصرف الآلي، إذا ما صار بدفع كاش يكون أضمن الكاش موجود عندي، هو الكاش موجود كثير واجد الحمد لله رب العالمين. هذا حبيت أحكي لكم هالقصة، لكن اليوم ما شاء الله الجو بارد، حتى الدخان يطلع من حلقنا، الجو بارد في الرياض. أنا داخل السيارة 12 درجة داخل السيارة، تخيل عد خارج الحين يدي يعني متجمدات. فالنصيحة خذوها، هذا النصيحة، الكاش حاولوا تخلوا كاش احتياطي أي مكان، حتى في السيارة مكان كذي ما حد يعلمه مع مفتاح سبير. أنا شايل الحمد لله مفتاح سبير. الحين منطلق إلى القصيم حائل، وبعدها بقرر كيف الخطة تكون، لكن الخطة ما راح تغير إلا ما أدري الكويت كيف، يمكن أروح ولا ما أروح لأن في تغييرات، حتى الأردن بشوف، بوصل هناك وبشوف إن شاء الله. قدر الله وما شاء فعل. هذا التغيير الثاني في خطة الرحلة، الرحلة تغيرت أول مسار اللي البيشة إلى القصيم، بدل ما يكون جنوب المملكة إلى شمال المملكة، الحين الخطة تغيرت لأن القصد كان من القصيم هي رالي دكار. الستيج اليوم تغير، مرحلة اليوم تغير، كان المفروض نكون في الرطوية وبسبب الأمطار والمكان ما ينفع فغيروا لقيصوم، منطقة اسمها القيصوم. فاحتمال أنا بكمل مشواري من عنيزة على طول إلى الحائل إن شاء الله، ما بشوف رالي دكار. الحمد لله بعد التغيير مسار الرحلة، لأن على أساس المرحلة الأرطوية لطغت من رالي دكار بسبب الأمطار، المكان النهائي كان المفروض اللي يكون متواجدين فيه في أمطار، في يعني مثل جباهة ما نسميها نحن، ومكان مستنقع ما، فالتغت إلى القيصومة الوجهة. فأنا قلت بدخل أرطوية ما دام في من ضمن رحلتي، وأشوف كم بعدين أقرب نقطة إلى القيصومة من الأرطوية. حصلت المسافة من الأرطوية للقيصومة تقريبا حوالي 245 كيلو 260 كيلو، فرجعت من الأرطوية الحين رايح صوب بريدة. طبعا الأرطوية مدينة ما شاء الله كبيرة، متوفرة فيها جميع الخدمات، محطات بترول، مساجد، مياه، حتى درجة الحرارة كان 13 بين عندي، كان في جهاز هناك. رطوية من الصوب، أنا رايح الحين إلى بريدة. طبعا أنا كنت جاي من هناك من المجمعة، اتجهت إلى رطوية حوالي 73 كيلو، شفت المنطقة، منطقة زينة ما دام في رحلتي، ما دام التغت الرالي ما يمنعني أروح أشوفه ما دام قريبة. فالحين متجه إلى بريدة إن شاء الله، هناك بقابل بعض الشباب إن شاء الله. تحياتي لكم.